الله يبارك فيكم. أنا الحقيقة عجبت يعني أبو هادي الفاضل، مدخل وكلمة جميلة ومن غير قصور في الجميع، لما قال لأبي تركي أحبك في الله. نعم، هذه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. يا جماعة، والله يا جماعة أنا جربتها شخصيا، يعني ليس شكا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك، لكن في الواقع في أشخاص بيني وبينهم معرفة والشيطان حريص يعني على تشويش العلاقة، فظنيت يعني أني معرفة عادية، فكان بيني وبينهم مكالمة أو لما قال والله يا أبو عمر، يعني بعضهم ترى أن نتحرش كلمة حب ذي، يعني أن في بيئة شوي، فإذا صعبت عليك أنك تقول أحبك في الله مثلا، قد أحيانا ما تصعب عليك لكن لقبالك يعني تخشى ردة فعله، فتقول لك مودة يا أخي، ترى لك معزة. المهم توصل الرسالة اللي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، لك مودة، لك معزة، ترك غالي يا فلان. والله يا جماعة تغير الإعدادات ذي، هذا إذا كان عنده يعني تصور إنه إنك إنسان عادي عنده. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، وكل وصايا عظيمة عليه الصلاة الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا من هذا المكان أنا أوصي جيران، خاصة الجيران أحيانا تسلم عليه وسلم عليك وتقابلهم في المسجد، يعني أحيانا في شيء تحس فيه جفوة، لكن لما تتقابل أنتوا يا مثلا طالعين من المسجد أو عند الباب وكيف حالك ومبروك المنزل، هذا إذا كان الحي جديد مثلا أو سواليف أو شيء، ترك والله عزيز وغالي يا جارنا، هذه تقطع طريق الشيطان. صح، إنك يوم ما سلمت، إنك يوم سلامك كنا ضعيف، يعني الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، حتى ننتهي من هذه النقطة، يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن تحريش بينهم، فيحرش جيران، أقارب، جماعة مسجد، أقارب، زملاء عمل، هذه تقطع هذا التحريش. فدائما يا جماعة مع زملاء عمل، مع جيران، مع أصحاب، ترى لك معزة، لك محبة، وان جبتاك أحبك في الله مثلا، وهذا يرد يقول أحبك الذي أحببتنا فيه. فهذه يعني مسألة مهمة تديم المحبة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال افشوا السلام بينكم. السلام هذا سبحان الله يقضي كذلك على، أنا جربتها، سكنت حي جديد، أنا بالمناسبة حتى لو واحد لو ذكرنا بعض السلبيات، أنا سكنت يمكن أكثر من 7 حارات. يا جماعة السلام هذا ينفي عنك الكبر، ينفي عنك الغطرسة، تصير محبوب، تصير مألوف سبحان الله. والنبي والله سبحانه وتعالى قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حييتم بتحية بأحسن منها، شوف ما هو ردوها أو، فالمفترض لما يقول جارك مثلا أو سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، طيب هو قال السلام عليكم ورحمة الله، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبا تركي، اليوم سوقنا كله على أبو تركي ما شاء الله، يستاهل غير قصور في الآخر. ولذلك أنا الحي الجديد قاعد أضرب فيه أمثلة، كشوا بعض الجيران، من أحد الجيران هو حبيب، يوم تعرفنا عليه لقينا ما عنده ذاك الكبر، لكن كان تقصيره في السلام، ورده رد بارد، انتبه، حييتم بتحية فحي بأحسن منها. فخلاص الناس ما لهم إلا الظاهر، يقولون الناس ما لهم إلا الظاهر. واذكر من المواقف واحد لقيت عنده جفوة وفي مجلس ماشي، يعني الحقيقة فيه جفوة وفيه، فلما شرحت عليه المقربين منه قال لا يا ابو عمر ما عرفته زين، هذا لو تطلع معه للبر يفله، اطلع معه البر انا بي في المجلس الحين يصير مؤدب وخلق، اطلع معه البر. ولذلك الخلق دين، الخلق عباده، يقول عليه الصلاه والسلام اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه تقوى الله وحسن الخلق، أقربكم منزلة مني يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. قال ابن باز شرحا في هذا الحديث قال والظاهر أنه أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام في المحشر،
بماذا؟ أحاسنكم أخلاقا. وقال ابن القيم رحمه الله: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، دين خلق. ولذلك رسالة من هذه القناة المباركة وهذا المجلس المبارك للي مكشرين، للي نظرتهم الحقيقة يعني ما في بشاشة، ما في ابتسامة، ترى الابتسامة والبشاشة قربة إلى الله وعبادة، وتكون محبوب، تبسمك في وجه أخيك صدقة. والله يا جماعة ما نريد نثني على الكفار، أنا كنت في بريطانيا فترة من الفترات، عندهم ابتسامة عجيبة ولو أنها صفرة في السوبر ماركت، ابتسامة جذبوا قلوبنا، وبيننا وبينهم يعني كفر وإسلام. يا أخي من باب أولى أن كمسلمين البشاشة في سوبر ماركت، في محل، في مدخل، في مواقف، ابتسم يا أخي بس، توجر عليها. أنت حين لو يكشر جارك الصبح تقول السلام ويرد مكشر، رحت أنت ضايق صدرك صح. ولما هلا هذا صبحك الله بالخير سبحان الله شرح صدرك، أسأل الله أن يرزقنا. كما جاء في الأثر: كما يقسم الله تعالى الأرزاق يقسم الأخلاق. أحسنت أحسنت. فيها أحد من المختصين في يبدو في الأمور الطبية أو شيء، يقول الإنسان إذا ابتسم يعني تنفك سراير وجهه، وإذا عبس تنشد أكثر من 17 عضلة في وجهه. المعلومة عاد هي دقيقة ما هي بدقيقة، المقصود أنها حتى صحة لك. الناس اللي يدورون ابتسامة هوليود والغمازة ما أدري يسمونها ذي الذي أنتوا وزينوا أخلاقكم وزينوا طبايعكم وتزينوا وجيهكم، تفخ براطن، تسكيك خشوم، شغلات، افردوا وجيهكم، خلكم سمحين، خلكم بسيطين، خلوا في ابتسامة. وش تنفع انك تحط فيار ولا الى اخره وانتم يعني مشددين ومسوين رسمية اكثر من لازم؟ يعني حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. بعض الناس مثل ما قال بعض المتحدثين كأنه يعني شارب ليمونة، ما صل ليمونة ولا شارب خل، وجهه فعلا دائما عبوس، وفعلا ما يريح الواحد الابتسامة يعني ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الله يجمعنا وياكم على طاعته ويجعلنا إن شاء الله من يعني الناس اللي هينين ويسري. أبو عمر يا هلا يا هلا، الله يسعدك، نبي نسمع منك بعد. والله ذكرت يوم قلت الابتسامة الهوليود، أنا بالعكس أغبطهم هؤلاء الذين الله جل وعلا أنعم الله عليهم.